بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني الأعزاء، نرحب بالأخ الفاضل الأستاذ الدكتور سمير الجبوري، رئيس الشبكة السويدية العراقية. نرحب بالأخ الأستاذ الدكتور عزيز المحترم، وأهلا وسهلا بالأخوة الحضور في محاضرتنا في دورة تصنيف المجلات المستوى الثاني، ويا أهلا وسهلا بكم. طبعا هذه المحاضرة هي آخر محاضرة بالدورة مالتكم، بعد ما أخذت 4 محاضرات أو 5. بهذه المحاضرة إن شاء الله راح نتكلم على موضوع يعني غاية في الأهمية، موضوع يهم أي ريسيرشر من عندنا. الموضوع هو writing of a good research article. أنا أخوكم الأستاذ المساعد الدكتور يوسف إسماعيل مشهداني من جامعة الأنبار كلية الهندسة، وأنا أيضا بفضل الله عز وجل عضو مجلس إدارة في الشبكة السويدية العراقية، طبعا أيضا رئيس مجلس إدارة أكاديمية إثراء المعرفة. وتشرفت قبلكم بإنهاء المستوى الأول والمستوى الثاني من إدارة تصنيف المجلات، والآن بفضل الله عز وجل على مشارف إنهاء المستوى الثالث. نسأل الله عز وجل أيضا عليكم وتكملون المستوى الثاني والثالث، وإذا أكو بعد مستوى رابع إن شاء الله بإذن الله عز وجل. إخواني الأعزاء، مثل ما تعرفون مسألة كتابة البحث العلمي تعتمد على 3 أركان رئيسية في الحقيقة. حتى يكون عندك يجب أن يتوفر عندك مساهمة في مجال الاختصاص، أي اختصاص أنت تكتب article مقالة، يجب أن تكون الركيزة الأولى الأساسية عندك هي contribution، مساهمتك في اللي راح تضفيها في هذا المقال. بعدها من حتتوفر عندك الريسيرشر ارتكل، راح تفكر وين حتنشرها. كنا نطمح الى انه تنشر البحوث مالتنا في مستودعات عالية الرتبة، كانت تكون سكوبوس، كلاريفيت، ساينس دايركت، ناتشرال، وهكذا من التصانيف اللي برزت. طبعا كل يوم هي هذه التصانيف يأتينا بجديد. سابقا يعني بال 2010 2009 كان ISI، بعدها صار اسمها كلاريفيت، ظهرت سكوبوس واخذت مساحه يعني خصوصا في يعني بلاد شرق اسيا والوطن العربي، تجد سكوبوس لها صدى يعني اكثر جزء حتى من صدى كلاريفيت اللي هي يعني احدث من عندها. ف يعني باذن الله عز وجل اليوم راح نتكلم على اهم مفردات الارتكلز اللي ممكن انه من خلال اتباعها راح تاهلك الى انه تنشر في مستودعات يعني عاليه الرتبه باذن الله عز وجل. ومن يكون عندك contribution كيف تدير هاي المساله وتشكل ارتكل. بالحقيقه بعد نتعرف بصوره بسيطه المقاله العلميه او الارتكل بصوره عامه. الارتكل اخواني الاعزاء هي مساهمه تضفيها لحقلك المعرفي لفيلدك. عذرا اني اعرض من الموبايل فيصير خلل بالسلايدات. تضفيها الى مجالك المعرفي بصيغه تكون سلسه والقارئ يقدر يتمكن انه يستفاد منها. كل ما تكون طبعا هذه الارتكل هي ما تنشر اذا ما تكون بالاكاديميك فيلد، اذا ما هي تكون بري ريفيورد من جهه محكمه
وغالبا احنا تكون جهات المعتمدة هي المجلات العلمية. ايضا الكونتريبيوشن بالمقالة البحثية لها الدور الأساسي في أن تكون الارتكل مالتك معتمدة عليها. يصير سايت سكور كل ما تكون طبعا الكونتريبيوشن اللي تضفيه أنت من خلال البحث مالتك يكون فشي قريب إلى النوفلتي أو يكون نوفل. طبعا دائما هي النوفل بروجكت هي تكون من خلال الارتكل الريسيرش ارتكل. الان احنا مع طلبة البوست جراجويت دائما نسعى الى انه يعني مثل ما نقول زبدة البروجكت هي تنشر في مقالة او مقالتين. لذلك تكون دائما النوفلتي نجدها وين؟ نجدها بالبحوث، ما نجدها بالثيسز، لانه الثيسز هي عبارة عن ترجمة لثلاث او اربعة بحوث منشورة. فدائما الكونتريبيوشن معتمدة على تساؤلات يجريها الباحث على الكونسبت الموجودة اللي يتعامل بها بالفيلد مالته. كان مثلا يكون الفيلد مالته بالإنجينيرينج، فأكو مين كونسبت في موضوع الارتيكلز لازم يسأل نفسه هاي الأسئلة، الواي والوين والهو والهو. هذول الأربعة أسئلة هم اللي يوجدوا لك الكونتريبيوشن مالتك. فدائما احنا نسعى انه نجيب على هذه الأسئلة على موضوع البحث، فراح تتبلور عندنا الكونتريبيوشن. لذلك احنا في الثيسز مع البوست جراجويت تجد لما تكتب البروبوزل تخلي اوبجكتيفز. هذه الاوبجكتيفز طبعا هي كل واحده من عندهم هي كونتريبيوشن. فبامكان انه الان يعني مع طلبه الدراسات تنشر ثلاثه او اربعه بحوث كلاريفيت هي من الاطروحه. ليش؟ لانه انت كل اوبجكتيف هو عباره عن كونتريبيوشن. هذه مساله مهمه جدا في اداره البحث العلمي. اذا يعني عرفت كيف تسوي برزنتيشن للكونتريبيوشن مالتك اكيد حتكون الارتكل مالتك جدا ناجحه، عليها سايت سكور عالي جدا. حجم الفائده منها، احنا دائما من ننشر البحوث مو بس هدفنا انه يزيد السايت سكور عليها او يزيد مالتها او يزيد السايتيشن، احنا هدفنا انه ننشر هذا هاي المعرفه اللي حصلنا عليها من خلال بحثنا العلمي، من خلال دراستنا الأكاديمية. فكل ما أنت تبرز هذا الكونتريبيوشن مالتك بأسلوب سهل مفهوم واضح راح تكون الارتكل ناجحة جدا. لذلك هذه المواصفات اللي تكلمنا عليها الآن، أنه الكونتريبيوشن مالتك يجب أن يكون يعني واضح، يجب أن يكون إلى صلة بالتايتل اللي أنت مخليه، بإضافة لحقل البحث العلمي اللي أنت تشتغل به. طبعا التايب أوف أرتيكلز اللي إحنا يعني كباحثين نتعامل بها الأوريجينال ريسيرش، واللي هي يعني لها طبعا الحظ الأوفر بالحقل العمل، لانه دائما احنا الاوريجينال ريسيرش هو اللي يطغي على البحوث، لان كلنا كباحثين نحاول نكتب اوريجينال ريسيرش ارتكل حتى تنشر. الريفيو ارتكلز، طبعا الريفيو ارتكلز هي لها اعلى سايتيشن بانواع الارتكلز. صح احنا كلنا نسعى الان اي باحث بينا كان يكون مثلا سعد، تجد من دول 60 باحث يجوز ثلاثه او اربعه بالكثير خمسه سبعه هي ريفيور ارتكل. لكن اذا تجي على السايت سكور مالت هذا الباحث تجد معتمد بالدرجه الاساس على السايتيشن اللي حصل عليه من الريفيور ارتكلز. ليش؟ لانه بالبوست جراجويت انا من اخلي تايتل الان
ثيسس، كان يكون ام اس سي او بي اتش دي، الطالب اول ما حيبحث بهذا التايتل يبحث على الريفيو ارتكلز حتى يفهم الموضوع، يفهم اللي قبله شو اشتغل، وين وصل الكونتريبيوشن بهذا المجال. لذلك تجد الريفيو ارتكلز لها سايتيشن عالي جدا. لذلك الباحثين اللي يسعون الى انه يكون عندهم سايت سكور عالي او يعني اتش اندكس عالي، عذرا سايت سكور دائما يكون للمجله مو للباحث، الباحث يكون له اتش اندكس. الاتش اندكس الباحث لما يسعى انه يزيد الاتش اندكس مالته راح يحاول ينشر هوايه ريفيو ارتكلز حتى يحققها. اكو شورت بيبر ريبورت او اللترز اللي هي التو بيج، تكون بيها كونتريبيوشن عالي جدا وبي نوفلتي. الباحثين يسعون دائما الى انه يحافظ على الكونتريبيوشن مالته والنوفلتي مالته ويعززها اسمه ويسجلها، فيحاول ينشر لترز خاصه حتى لانه احتمال البحث طويل ويتطلب نتائج ويتطلب شغل، فحتى تكون الحقوق النشر مالته او حقوق الملكيه محفوظه يحاول ينشر لترز بها فد شورت ديسكريبشن على الكونتريبيوشن مالته. كيسز دي دائما تكون بالتنعرض كشاب يعني اكثر شيء، والمثودولوجي دائما المثودولوجي تنشر من قبل المراكز البحثيه او الجروبز البحثيه اللي بيها يخلون مثودولوجي لبروجكت معين. لما يكون هذا البروجكت معقد ويسعى انه القائمين على هذا البروجكت انه يعززون الساينتيفيك كريدت للبروجكت ينشروا له المثودولوجي مالته. هذه اهم انواع ممكن نعم هذه اهم انواع الارتكلز اللي ممكن تتعامل بها انت كباحث. طبعا الاكاديميك ارتكل ستراكشر راح نتطرق له بالتفصيل، لكن اذا تعرفه الارتكل ستراكشر هو الجايد اللي انت لازم تحافظ عليه وتظهر البحث بهذا الشكل، لان هذا الشكل هو الفيموس او هو المتعارف عليه بالجارنال. كان حتى يكون عندك ثينك معروف بشيء مسمى اسمه ارتكل، يجب ان يكون هناك تايتل ابستراكت كيورد مين تكست وبي فقرات. هذا المين تكست يختلف من مجلة الى اخرى ومن اسلوب الى اخر ومن تخصص الى اخر، ويجب ان يكون ب طبعا اتليست يكون ب ريزلت يكون ب ديسكشن، وايضا لازم تكون ب كونكلوجن. اي ارتكلز باي اختصاص يجب ان يكون هناك كونكلوجن، يكون ممكن يكون ب اكنولجمنت وريفرنس، وممكن يكون ب سبلمنتري داتا او حتى ابندسيز بالبحوث اللي بيها اكثر من اوبجكتيفز. فراح نتطرق على هذا الستركتشر بالتفصيل ونحاول نسوي فوكس على الفقرات المهمة بهذه الارتكل بفقرات الارتكلز. أول فقرة نتعامل بها من فقرات الارتكلز هو التايتل اوف ارتكلز العنوان. طبعا العنوان اخواني الاعزاء متعارف عليه انه العنوان يكون من 8 الى 15 words، ما يكون طويل جدا بحيث يكون صعب انه تفهمه. يعبر ال 15 مفردة وما يقل عن يعني 8 كلمات، ويكون very short وما يوضح الجوانب اللي تتطرق لها هذه الارتكل. طبعا العنوان راح نشوف هو بي يعني اكثر من متطلب. العنوان بالدرجة الاساس يجب ان يجلب انتباه القارئ، يجلب انتباه الباحث اللي حي بعدك يشتغل بهذا الاختصاص اللي انت بتخلي هذا التايتل حتى تنشر البحث مالتك.
ايضا انا يهمني طبعا ب يعني نشر الـ او كتابه الارتكل، انا يهمني امرين، يهمني هذه الارتكل تقبل، فاني وين اتعامل؟ اتعامل مع الاديتر والريفيور اللي هم يخصون المجله، واتعامل ايضا وين اتعامل مع القراء اللي هم راح يطلعون على هذه الارتكل، واطمع الى اي واحد يقرا الارتكل مالتي يستفاد منها ويستخدمها في بحثه ويكون عليها citation. فلذلك ال requirement الثاني بالتايتل انه يكون واضح وفد نوع من الانتليجنت الذكاء، في انه مجرد ما يقرا الاديتر للاديتر ان شيف بالمجله يحاول انه يهتم به، لانه من العنوان تنطي فد انديكيشن قوي لمحتوى البحث مالتك. المطلب الثالث انه يعكس بقوه المحتوى اللي انت راح تتكلم عنه، بحيث ما تشتت القارئ. انت تتكلم عن مفردات بالتايتل، من يجي الباحث يقرا البحث مالتك ما يلقاه، او من يقرا الابستراكت ما يلقى شيء ريليتد للبحث مباشرة. هيك بحث ما راح يكون انتركتيف بي للقارئ او للإديتر او للريفيور. العنوان يجب ان يكون محدد يعني قدر الامكان، لا باسهاب قلنا ولا باخلال، يجب ان يكون يعني قدر الامكان محدد وبيفد تحديد لمسألة معينة بهذا الفيل. انا مثلا اكتب بالالكتريكال انجينيرينج، ما معقول اكتب يعني بحث يعني كان يكون يعني ريسيرش ارتكل واكتب ابلكيشن اوف الكتريكال انجينيرينج مثلا تطبيقات الهندسه الكهربائيه، هذا ميت، هذا يستحيل يرهم يعني تايتل لارتكل. يجب ان يكون يعني بنوع من التحديد على اي مجال، انا وين اشتغل كنترول، اشتغل كوميونيكيشن، وين بالكنترول، مو اكتب ابلكيشن اوف كنترول سيستم ما يرهم، او اكتب انتليجنت كنترول سيستم، ما يمكن يكون هذا هو يعني عنوان لبحث. حاول الكلمات اللي انا استخدمتها بالتايتل تكون فعلا موجوده بالابستراكت، موجوده في الكونكلوجن، لان هذه هي اللي تحقق لي القبول للبحث مالتي. طبعا ايضا من الامور المطلوبه بالارتكل انه يجاوب لي على هذه المسائل اللي هسه الان راح نتطرق عليها. يجاوبني عن يعني شنو اللي راح يتم بحثه، يعني انا من اخلي هسه تايتل يجب ان اجيب على هذه التساؤلات الاربع، انه اني شنو اللي راح ابحث بنقطه، يا نقطه ابحث اني مثلا على سبيل المثال اني كتبت يعني بحث تايتل عن الانتليجنت سيستم، عن الانظمه الذكيه، وين الأنظمة الذكية؟ وين تطبيق هذا لو هو بيناقش ثيوري للانتليجنت سيستم، لو بيناقش توبكس جديد اني دا ابتكره. فيجب انه يحدد وين البحث. ايضا راح يحدد لي، يوصف لي وين ابحث اني، وكذلك يحدد لي ايضا اسلوب القياسات اللي انا ممكن يعني اوجده بالبحث مالتي، وايضا يعطيني انديكيشن على الاجراءات اللي راح اني اسويها بهذه الدراسه. من اجاوب على هذه الفور مين كويستشن اكيد يكون التايتل ناجح جدا. الفقره يعني من فقرات الارتكلز اللي ناقشه، وهي الفقرة الثانية دائما اللي هو الابستراكت، ملخص هذا البحث. طبعا دائما متعارف انه المجلات تاخذ رينج اما من ال 150 الى ال 250 كلمة بالملخص، او من ال 200 الى ال 250، عادة ما يزيد عن ال 250 ويكون يعني جدا طويل وممل وموسع.
لان هو يعني الابستراكت انه انت بهذه المفردات اللي ما تتجاوز ال 250 يجب انه توضح الاركان اللي راح نقول عليها الان بعد شويه، ويجب ان تجاوب على التساؤلات اللي راح نثيرها الان، بحيث يكون تعرفون الان بالليترشر ريفيو، يعني نعلم طلابنا انه يكتب ليترشر ريفيو عن موضوع معين. بالليترشر ريفيو ما اروح اقرا كل البحث، انا اقرا ابستراكت واقرا واطلع من عنده بحصيله المفروض انه هذا البحث شنو الكونتريبيوشن مالته وشنو الكونكلوجن النهائيه اللي طلع فيها هذا البحث. فهذني اهم فقرتين بعرض الارتكلز، الابستراكت الكونكلوجن، وراح نشوفها. فما راح يكون ناجح لما يكون اقل من كان يكون 100 كلمه. فيري انت الشغلات الرئيسيه اكو يعني فقرات رئيسيه بالابستراكت يجب ان تتوضح. الابستراكت يجب انه اول مره اول جزء به انه يعرض للقارئ المحتوى البحث بشموليه، يعرض للباحث المين توبكس اللي راح يتكلم عليها هذا البحث. الجزء الثاني لازم يشير الى الغرض الرئيسي من هذه الدراسه، شنو هو المين اوبجكتيف لهذا البحث. ايضا بعدها يعرض الاهميه العلميه لهذا البحث، ويعرض يعني اهم شيء راح يتناوله. هذه الفقرات الثلاثه. بعدها راح اعرض الفقره اللي بعدها، اعرض المنهجيه انا راح استخدمها بالبحث مالتي، كانت تكون هذه يعني جزء من يعني سيميليشن الشغل مالتي، براكتيكال ابلمنت. بعدها طبعا اللي انا حسيت فيها بعدها بين على ستة امور يعني يوضحها في البحث العلمي تكون ناجح. طبعا بعض المات لان اللي مسوي يعني صامت يعني لا السفير شوف انه بيعطين يعني فورميله لل لا تكلمتهم، فشوف هو مقسم لك هذول السته مسوي لهم ثلاث فقرات، قال لك الفقرات الاولى بفقره واحده يقول لك هنا وضح لي المين توبكس اللي انت تتعامل بيها ونقطه البحث مالتك شنو هي. الجزء الثاني اعرض لي الميثودولوجي مالتك. الجزء الثالث اعرض لي اهم نتائجك واهم استنتاجاتك، بحيث يصير عندك 3 مين باراجراف. هذول الست نقاط الان اللي اشرنا لهم يصير عندك بالابستراكت 3 مين باراجراف. انا من اجل الان انا كريفيور انا بفضل الله عز وجل مقيم لحد الان بالبابلون 103 بحث. الان من اجل اقيم البحث اطلع الابستراكت، اروح اذا الباحث مقسم فعلا حقق لي 2 او 3 باراجراف ومحقق لي دول الثلاث غايات الرئيسيه، شارح لي المين توبكس وين هو نقطه البحث مالته، وشارح لي الميثودولوجي مالته شنو هي، وشارح لي منطيني انديكيشن على المين ريزلت اللي حصلها اقوى ريزلت حصلها واهم استنتاج له، اكيد هذا البحث يعني راح يشدني اني اكمل فقراته البقيه. الفقره الثالثه من فقرات المقال البحثي هو الكي ووردز. الكي ووردز اخواني جدا مهمه، واحنا يعني كثير كنا غافلين يعني حتى المتحدث يعني في فتره من الفترات ما نعرف اهميه هذه الكي ووردز. اخواني الكي ووردز عددها متعارف عليه من 6 إلى 8. اخواني الكي ووردز اهميتها وين تبرز؟ اهميتها تبرز بانه هي اللي تحقق لك السيشن على بحثك. ليش؟ لانه الان انا من ابحث على تايتل معين
اروح اخلي هذا التايتل بالجوجل. الجوجل كيف يبحث؟ يبحث على هذه الكيوردز تسجل ب الجوجل بحيث اني او باي محرك بحثي، فيروح يدور لي وين يدور لي على الكيوردز. فكل ما تكون الكيوردز مالتي هي ريليتد للبحث مالتي، فراح تكون هذا البحث راح تشوفه يحقق كثير من السايتيشن ويكون بحث جدا ناجح. شلون اختارها هذه؟ هذه اختارها يجب ان يكون بعضها من التايتل والبعض الاخر موجوده بالابستراكت، والبعض القليل منها تكون بالكونكلوجن او بمتن البحث. اهم شيء ابرز اهم التوبكس اللي تعرضت لها اني بكتابه التايتل وبكتابه الابستراكت. لذلك اجمع من دوله 6 الى 8 كيوردز، والكيوردز اخواني ما تكون طويله ولا تكون ابريفيشن. يعني انا ما اكتب يعني على سبيل المثال اي ام جي مثلا اللي هو الكترومايوغرافيك سيجنال بال بال بالكيوردز، يعني هاي ما مشهوره، ولا اكتبها بالعنوان الابريفيشن، هذه مو صحيحه. او اكتب مثلا ان ام ار نيوكلير ماجنتيك ريزونانس، ما يعني هذه مو صحيحه. لان يجب ان يكون المفردات اللي انا بالتايتل والكيوردز هي مو ابريفيشن. مرات اكو بعض الابريفيشن فيموس جدا فيموس، العنوان اذا كان جدا طويل ممكن استخدم واحده منهم، لكن مو هو اللي الليجل، هذا مو هو المنطقي. يعني ممكن اذا كان التايتل جدا طويل استخدم الابريفيشن، لكن ما افضل استخدام الابريفيشن بالتايتل او بالكيورد. الفقره الرابعه من فقرات الارتكل هو الانترودكشن. واخواني الانترودكشن موجوده في كل انواع المقالات اللي هي المقدمه. طبعا اخواني بالمقدمه لها عدد ايضا من الكلمات تتراوح ما بين 500 الى 1000 كلمة. تعرفون احنا هو محتوى الريسيرش ارتكل كله هو ما بين 3500 كلمة الى 4500 كلمة. اذا عبر 4500 يصير جدا طويلة، واذا اقل يعني ممكن تكون اقل، لكن الليجل هو ما بين 3000 الى 4500. ف1000 كلمة ممكن تكون هي للانترودكشن. طبعا بالانترودكشن راح نشوف انه اكو فقرات معينه لازم ان تكون موجوده. الانترودكشن يجب انه تكون واضحه ومحدده. الجزء الاول منها يتكلم على المين كونسبت او الفاندمنتال كونسبت للبحث مالك. ايضا يكون الكتابه مالتها بصيغه يعني جدا عاليه، تكون بصيغه مفهومه وكلماتها ما يكون بها فقط سرد طويل، لانه احنا راح نشوف الان اجزاء هذه الانترودكشن شلون يعني اتعامل بها. يكون بها ممكن تضيف بها ملاحظات تبين بعض الامور الميثودولوجي مالتك. بعض المجالات ما رابط في فاندما يعني ابراهيم كيتمان اتفق في شيء مالتك ادرجها في الانترو. ايضا بعض المجلات ما تطالب فقره يعني الميثودولوجي خاصه، لانه الميثودولوجي هو خاص بالاطاريح مو بالاشاركز. بعض المجلات يكون فقره فاني دائما الامور وصيه، اذا انا ما انترست بالمجله يعني
اسوي استخدام له، وهذا طبعا منطق انه اذا اسوي مجله معينه اروح اشوف المجله الفقرات فيها التام مال هذه المجله اللي راح يكون في فقرات له، على الويب سايت واشوف الحشره شنو الفقرات اللي تطلبها. انا اللي ماكو فقرات بروبلم تفضل احاول اخلي بالنهايه، وايضا انه انطي بريفيوس عن القرارات الرئيسيه للبحث. هذه يا اخواني الاعزاء هذه الفقرات اللي تكلمنا عنها قبل شويه، هي هذه اللي امامكم. يعني لازم نذكر الموضوع كموضوع دراسه، ويعني ايضا بعد ما اقدم الموضوع الرئيسي ابدي اشرح باختصار المفاهيم الاساسيه، استكمل انطي باك جراوند للموضوع اللي انا دا اسوي له بالبحث مالتي. اهم قبل اروح فيها اشوف بحث مالتي وين هي بالريسيرش بالساينس، اروح باوند الباك جراوند ما اخلي يكون طويل جدا، فقط بالريفيو بيبر. ريفيو بيبر اكيد راح يكون للباك جراوند الحصه الاكبر بال. ايضا الانتروداكشن لازم تخلي يعني بالحسبان انه تكون واضحه بيها الفرات التاليه، انه الامور الاساسيه بمشكله البحث لازم اهداف البحث. ايضا الباك جراوند تكلمنا عليها، قلنا انه هي فقره رئيسيه من الترود، وممكن تكون الباك جراوند هي فقره من البحث اذا كان يعني ريفيو بيبر. فاذا كان ريفيو بيبر نتكلم شوية عن الباك جراوند او عن لتر ريفيو شلون اني يعني على يجب انه احدد باللتر ريفيو اهم الجوانب اللي اني راح اناقش. طبعا يكون عدد كلماتها من الالف الى الالف وخمسمائة بالباك جراوند بالريفيو بيبر، لانه اخواني الريفيو بيبر مثل ما تعرفون يصل عددها الكلمات 11000 كلمه، مو مثل الاوريجينال ارتكل او ريسيرش ارتكل. الريفيو بيبر ممكن توصل الى 11000 كلمه و12000 كلمه، يعني عدد صفحاتها بالريفيو بيبر ممكن توصل الى من ريفرنس الى 40 صفحه. فراح احدد اهم المفاهيم الاساسيه واجي اكتب عليها الليتريتشر ريفيو، ممكن ارجع بالليتريتشر ريفيو الى 10 سنوات سابقه. اذا كان بهاي العشر سنوات صارت بروجريسيف بموضوع البحث، ايضا يجب انه اضم الباك جراوند بالتسلسل الزمني. ايضا يعني اعرض اهم من اكتب عن ريفرنس، اعرض بايجاز اهم الكونتريبيوشن اللي توصل له هذا الباحث اللي كتب قبلي. ايضا ممكن اذا كان العدد كبير عندي ممكن اجمع اكثر من بيبر، اكتب انه مثلا من على سبيل المثال في بعد ال 2000 الى ال 2010 كان هيك كونتريبيوشن، واضيف اربع او خمس او عشر مصادر بالامكان اضيف، وانطي المين كونتريبيوشن اللي صارت في هذا التوبكس اللي انا اعتمدته. وهذا نستخدم الاسلوب لما يكون عندي يعني أكثر من توبكس أنا دائري أناقشه. الآن مثلا على سبيل المثال أنا أريد أكتب ريفيو بيبر مثلا عن
الانتليجنس سيستم ان روبوتك. فاشوف انه الروبوتك سيستم يعني طرقوا لك انتليجنت كنترولر بشكل واسع وانواع مختلفه. فاني اذا اجي اكتب بالتفصيل عن الانتليجنت سيستم هي عندي 19 انتليجنت سيستم. اذا اجي اتطرق عن كل واحده من عندهم راح ما تكفيني ال 20 صفحه او ال 30 صفحه. فابدي احكي عن توبكس وعن فتره زمنيه واضمنها بالليترشر ريفيو. لذلك عمل الباك جراوند يكون من خلال هذه الخمس فقرات اللي ذكرناهن قبل شويه اللي اوزع الليترشر ريفيو وكيف اسوي الريفيو والاوبتيمال ستايل اللي يعرض به الريفيو مالتي وشلون اسوي بياناتهم كومبايلينج واتجنب بعض الامور يعني ما يعني اكثر من الاسهاب واكتب عن موضوع محدد واسهب به لانه انا اهم شيء عندي اعرض المين كونتريبيوشن اللي صار بقبل الباحث او بالفتره الزمنيه. الفقره الخامسه من فقرات الارتكلز هي الميثودولوجي. واحنا دائما بالبحوث التطبيقيه وبالبحوث العلميه احنا الميثودولوجي جدا مهمه بالنسبه لنا. ودائما شوف انه بالمقالات العلميه الميثودولوجي ينطوها من 500 الى 100 الى 1000 كلمه. ليش؟ لانه اني بهاي خلال هاي الميثودولوجي انا اسوي يعني اتراكتف لكثير من القراء ولكثير من الباحثين. ليش؟ لانه الان احنا نتكلم مثلا عن الباور سيستم. انا اجي اكتب بيبر عن مثلا عن الجنريشن في الباور سيستم، لكن شنو الميثودولوجي مالتي؟ هي المهمه. فتجد انه الباحث اللي يدور عن هيجي تايتلز ما يقرا الابستراكت ولا يقرا الكونكلوجي، يروح الميثودولوجي لان هو يعرف شيء يريد وعنده اوبجكتيف، بس يريد الميثودولوجي لتحقق له هاي الاوبجكتيف فيروح يدور على الميثودولوجي. لذلك اكو مجلات العلميه تشوف انه الميثودولوجي هي ركن اساسي من المقاله البحثيه. فكيف اكتب الميثودولوجي؟ الميثودولوجي لها فقرات رئيسيه. اول فقره هي السامبلنج اللي احدد من خلاله شغلتين، احدد اوصف التارجت مالتي وايضا اوصف البروفايل مالتي اللي راح اعمل به هذا التارجت. وايضا اذا عندي داتا كولكشن يجب انه اوضح هذه الداتا كولكشن منين جبتها والمثد اللي انا استخدمتها بهذه الداتا كولكشن، لان بعض البحوث العلميه جل اعتماد على داتا كولكشن. الان انا اذا اريد على سبيل المثال اكتب بحث عن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح، فأني أول شغلة أبحث عنها سرعة الرياح بهذه المنطقة اللي أنا دا أتكلم عنها. أنا ما عندي سرعة الرياح ويا الجيلي كل السنة، كيف راح أعمل الميثودولوجي مالتي؟ فأول شغلة أروح أدور عليها هذه الداتا كولكشن. فمن أجي أروح أدور بالبحوث اروح على هذه النقطه المحدده داتا كولكشن شلون سواها، ده فعلا منظومات منصوبه بهاي الاماكن كان تكون مثلا بالعراق فعلا عنده انفايرمنت تيستر تاور منصوب وده ينطي ريال داتا لو هي متوقعه لو هو مسوي كيرفيتنج لو كذا. فالداتا كولكشن بالميثودولوجي كلش مهمه. المجرمنت كيف تكون ريال براكتيكالي مقيوسه كيرفيتنج وهكذا. ايضا الفقره السابعه من فقرات الارتكل هو الريزلت برزنتيشن، وهذه الفقره جدا مهمه. يعني اغلب الباحثين
صراحة أنا الآن عندي بحث دا أنشر البحث الثاني بالمستوى الثالث، هو خاص بـ Result Presentation in Electrical Engineering Articles. أنا يعني بحكم تخصصي أنه أنا مهندس كهرباء بالأساس، فحبيت أنه أنشر هيجي مقالة، لأنه كثير من الباحثين هو عنده Result بس ما يعرف شلون يبرزها. أناقش طالب ماجستير أو طالب دكتوراه، شوفه هو مشتغل ومشتغل مثلا براكتيكال وعنده ابلمنت عنده ديزاين وعنده سيموليشن وعنده اناليسز، وجاي كاتب الاطروحه مالته مثلا 120 صفحه، 100 صفحه ثيري و20 صفحه فقط هي ريزلت. هذا ظالم نفسه، ظالم الشغل مالته، ما عرفان يتم عن شغله، ما مسوي ريزلت برزنتيشن بشكل منطقي وبشكل علمي سليم. كيف اني اعمل ابلمنتيشن واعمل سيموليشن وعندي اناليس واخلي هي 20% من 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 كتابه اطروحتي؟ كيف المفروض اخلي 80% هو شغلي؟ لان انا دا اكتب الان، انا من اكتب مقاله بحثيه، وانا دا اهم شيء عندي انا مطلع ريزلت، ريزلت هذه بيها نوفلتي، شلون انطي جراف او جرافين وانهي البحث مالتي؟ على اي اساس؟ هذا ظلمت للشغل مالتي. فمسألة البرزنتيشن للريزلت مسألة جدا مهمة بالنسبة للبحث العلمي. شنو الفقرات المهمة اللي أنا يعني أضمنها من أناقش الريزلت مالتي حتى يعني تكون البرزنتيشن مالتي للريزلت مقبولة ومعقولة؟ أولا أنا لازم أخلي جايد لاين إلي للأوبشنز اللي أنا أريد أعرضها، أسلسلها. إذا كانت هذه الريزلت هي بها سيكونس، يعني كانت تكون أنا تجارب أديها، وكل مرة من أسوي التجربة أعرض الريزلت مالته، أسوي ديسكشن على كل ريزلت سويته، أو أستخدم الستاتيكال ديسكريبشن تيبلز، أو أنطي كيرفيتنج، مثلا أسوي تيبل، هذا التابل بي هيوج داتا، فاروح اسوي للتابل كيرفتين واخذ داله منها واكتبها كداله، اعرضها كداله، اللي يجي بعدي ويريد يشتغل على نفس الشغل مالتي ياخذ هذه الايكويشن اللي انا طلعتها بالكيرفتين، ينطيها الانبوت اللي انا راح انطيها، يولد نفس الداتا، يولد نفس التابل اللي ممكن يكون ب مثلا 1000 قراءه. ايضا أعرض الأوبتيمال ريزلت، أهم ريزلت عندي أعرضها. بعض الأخطاء الشائعة بالريزلت أنه يعني تكون أنا أخالف نفسي بعرض الريزلت، أعرض مثلا كان يكون عندي باراميتر وأنا أناقش هذا الباراميتر يزيد أو ينقص، وأعرض كيرف زايد وأعرض كيرف ناقص وما أناقش، هذه أتجنبها. أيضا شلون أسوي يعني optimal result report، يعني شلون أعرضها؟ شنو الفقرات الرئيسية أو العناصر الرئيسية اللي أنا أستخدمها؟ أول يعني element أستخدمه لما أعرض الريزلت مالتي هو أعرض المين result للtopics اللي أنا دا أعرضها. بعدين أعرض الريزلت اللي أنا حققتها من خلال الشغل مالتي، حتى القارئ من يجي يقرأ يكون عندك يعني تابع بالمعلومة أو عنده بروجرسيف تطور. أنت عرضت له المشكلة بكيرف مثلا أو بتابل، عرضت له حل هذه المشكلة بالكيرف الآخر، كان يكون أنت تركز على باراميترز محدد بالريزلت مالتك، تناقش هذا الريزلت مثلا أنا بالكونترولز أريد أناقش الستابلتي وين بالترانزيان، يعني الترانزيان هو المنطقة الحرجة الريسبونس بالسيستم، المنطقة العابرة اللي هي ما تتجاوز من الماكسيمم الثريند فروض، يعني السيستم بيها غالب يكون إذا هو ما يكون أنتر هو يكون كريتيك وكذا. فاني يا وين أجي أناقش أي باراميتر دي؟ مثلا أناقش الستاتلينج تايم، أنا المينيمم أوفرشوت وهكذا. إحنا ذني تيرمات يعرف المهندسين
العنصر الثالث اللي ركز عليه اني الاحصاء والرسومات البيانيه اللي جدا مهمه اعرفها، خصوصا الرسوم البيانيه. انا ممكن اسوي مقارنه، ارسم اكثر من كيرف بان واحد واقعد اقارن ما بيناتهم حتى اعرف النتائج مالتي باسلوب يعني مميز. ايضا اذا عندي تيستينج اقارن ايضا مع مصادر اخرى اشتغلوا قبلي، ممكن اجيب الكيرف واقارن معاه. و يعني اخر شيء اذا عندي مثلا يعني كان تكون براكتيكال تيستينج، طبعا الريزلت يعني اني هذا يعني رايي من حكم التجربه، والان هو يعني السفير وبسبرنجر لان نجي نسوي ريفيو نشوف انه الباحث رافق لينك مخلي بيه فيديو تعرض التجارب مالته، او مخلي رابط مال يوتيوب وعارض عدة تجارب، او مخلي رابط يعني تنزل هواية فيجر بالألسفير يريد يعني سبلمنتري فايلز كانت تكون فيجرز للجرافات، او تكون ستاتستيكال تيبل، او تكون بروجرام يوضح لك حتى تنطي الاوريجيناليتي بالريزلت مالتك. هذه كل الامور تقدر تضمنها بالريزلت ديسكريبشن. ايضا ممكن اناقش اسوي كومبرومايز واناقش التيستينج ريزلت مالي، ممكن اناقش الميثودولوجي مالتي على اساس الريزلت اللي عرضتها. ايضا كل هذه الفقرات اني اقدر اعرضها بالريزلت. من الاخطاء الشائعه بالريزلت ديسكريبشن اخواني حقيقه انه مثلا اني اعرض statistical داتا بس ما اعرض اليونت اللي اني تعاملت وياها، وهذا فشيء مو صحيح. او اعرض جراف واني ما كاتب الاكس اكسس شنو هو والواي اكسس شنو هو، او كاتبه تايم او كاتب فورس بس ما اعرض هذه الفورس شنو هي نيوتن، تايم هذا ملي سكند سكند شنو هو. هذه من الاخطاء الشائعه. او اني عارض الجراف مال وهذا الجراف مالتي عارض بي مثلا بالواي اكسس فقط يعني تو نمبرز يكون مثلا 1000 و2000. زين هذا الارقام بين الالف والالفين هذه المين، هذه جزء انا اقدر اناقش هاي الجزئيه السيستم ايش صار بي بالريسبونس بهذا المكان. فيجب انه ما يجب ان تكون واضحه تدريجات الجراف واضحه بالستاتيكال تيبل، يجب انه تكون الكوانتيتي تيبل واضحه اللي اعرضها اني. يجب انه تكون هذه الامور اللي بالتيبل لها دلاله بمدلات اني عارضها ايضا حتى تكون مفيده، هذه لازم نتجنبها. ايضا يجب انه يكون التنظيم وشكل الجراف او شكل التيبلز يكون يعني واضح جدا وما بي يعني تناقض بالانفورميشن المعروضه بالريزلت. ايضا اني من اعرض ريزلت يجب انه تكون هذه الريزلت متسلسله على حسب الماثماتيكال موديل اللي انا عرفته. يجب انه تكون ريليتد للكونكلوجن اللي راح اني اكتبها. انا دا اكتب عن تو كونكلوجن لمين اوف تو اوبجكت بس ما اعرض ولا جراف او ولا تيبل يخص هذين الاوبجكت، فهذا خطا شائع. اجي انا اسوي ريفيو على بيبر الاوبجكت المعروضه شكل، كونكلوجن شكل، والريزلت شكل اخر. فهذه يعني اخطاء جدا شائعه. الفقره الثامنه من فقرات الارتكل اللي نتكلم عنها هي الديسكشن. طبعا الديسكشن
دائما تكون ريليتد للريزلت، ودائما ما تكون فقره واحده، تكون يا اما ريزلت اند ديسكشن او تكون ريزلت والديسكشن هي ويذن ال ويذن الريزلت. انا بعد ما اعرض الريزلت مالتي اخلي باراجراف او تو باراجراف او ثري باراجراف حسب ما انا اريد واعرضها. شنو اللي بالديسكشن، شنو الفقرات اللي انا ممكن اضمنها ويعني اسوي لها يعني سمرايز تلخيص لها. يجب انه لين يعني بروبوز الغرض الرئيسي من الاستدي، يجب انه اناقشه. المين فاندمنتال كونسبت اللي انا تكلمت عنها وقلت عندي بيها كونتريبيوشن يجب انه اناقشها. اني دا اناقش لاثبات فاكتور معين، هذا الفاكتور اريد اثبته انه سيبين كريزنج او ديكريزنج، يجب انه اناقش هذا. انا بحثي واحد على اثبات حقيقه معينه عرفت الرزقشها، بفند الاراء اللي يقول بس هذا الشيء. مثلا يعني مثلا في توليد الطاقه الكهربائيه مثلا معروف انه مثلا بسرعه الرياح، سرعه الرياح اللي طاقه الرياح من 4 إلى 8، انا اكتشفت انه انا ممكن اولد رياح ب3.5 بسرعه رياح 3.5 انا اولد، وهذا الجنريشن يكون ايكونومي يعني اقتصادي. فاجي اناقش هذه بالريزلت مالتي، اسوي لها ديسكشن. انا هذا الريزلت اكيد حسبتها معادله رياضيه وبجراف، لكن اجي اناقشه وافند الراي اللي يقول مثلا ما يمكن تكون عند 3.5 مثلا. او مثلا اني دا اسوي سكرناوز بين الهيومن والروبوت، هذا السكرناوز مبني على يجب انه تكون السبيد بالحركه ماركيه، يجب انه يكون البوزيشن نفس البوزيشن. اجي اناقش الفقره اللي تقول انه انا ما يمكن اسوي سكرناوز ما بين حركه الانسان مثلا وحركه الروبوت. ايضا اناقش الابليكيشن لهذا الاستدي اذا انا اريدها اناقشها. ايضا اناقش فقرات اللي انا اريد اسوي بها مقارنه يجب ان اناقشها مع اوفه. اخير الدسكشن اسوي هايلايت للمين فاكت اللي انا الحقائق الرئيسيه اللي انا اتطرقت لها في بحثي. الفقرة التاسعة من فقرات الارتكلز اللي نتكلم عنها اللي هي الكونكلوجن الاستنتاجات. طبعا الاستنتاجات اخواني يجب انه تكون مبنية على المين اوبجكتيف اللي اني حددتها بالارتكل مالتي. اني ما يصير اكتب كونكلوجن ما موجود قبلها موضح اكو ريزلت وما موضح انه هي فعلا كانت عندي اوبجكتيف او contribution ساعات اني عرفته ساعات انه حققه بالابستراكت. الريفيو او القارئ اكيد راح يصير عنده confusing من يقرا البيبر مالتك، فلازم اكو فقرات رئيسيه بالconclusion. الفقره الاولى مثل ما قلنا انه اني اتكلم عن conclusion لobjective او تو اوبجكتيف ثري اوبجكتيف، المهم اوبجكتيف مالتي احققها من خلال النتائج اللي عرضتها ومن خلال الكونتريبيوشن اللي تكلمت عنه وسويت له برزنتيشن. ايضا بالكونكلوجن الفقره الثانيه انه اركز على الكومباريزن بين بحثي وغير بحث اخر. بالكونكلوجن انا استنتجت هذا الاستنتاج، اكو غير شيء استنتاج عن طيب ريفياس انه اني مثلا هذا الكونكلوجن هو يعني فيرست تايم، هذا اول مره صار، او هذا مبني على ريزلت اول مره تطلع، او مبنيه على ريزلت عمليه اول مره واحد يبني هيك سيستم، فابرزها بالكونكلوجن
مالتي. ايضا انطي بالباراجراف الاخر فتسمري بسيط عن اللي تكلمت عنه، الموبكس اللي تكلمت عنه بالابستراكت، اي يكون الابستراكت والكونكلوجن هن متناغمات بشيء واضح جدا. لذلك من اجل ارتب الكونكلوجن مالتي ارتبها ب تو باراجراف او ثري باراجراف. طبعا مو محبذ انه انا اعرض الكونكلوجن مالتي على شكل نقاط مثلا اولا ثانيا ثالثا او كذا، ولا محبذ انه اخلي بها ريفرنس او اخلي ما يمكن اخلي بها ريفرنس، مو محبذ انه اخلي بها ريزلت. اريد يعني اشير الى ريزلت فاشير اشاره واكون عارضها هذه الريزلت حتى اثبت انه انا دا اتكلم عن عنصر معين في جراف معين، فاذكر رقم الجراف لا باس فيه، لكن ما يكون الا يعني بالحاله اللي يعني فعلا اريد اركز على مساله معينه بال الكلوجن مالت. ايضا يجب انه بالباراجراف الاخير اذكر بعض الامور اللي يعني فيوتشر وورك. اذا انا هذه النقطه عندي بحث متسلسل فيها فممكن الى بعض الفيوتشر المهمه وتكون نقطه انطلاق للبحث اللي بعدك. دائما بالنيو توبكس نعرض الفيوتشر وورك بسطر او سطرين في نهايه الكونكلوجن. الريفرنس واللي هو يعني الفقره العاشره من فقرات الارتيكل، الريفرنس يكتب عاده ب يعني عده ستايلز، راح نتطرق لبعض منها للفيموس منها. دائما الريفرنس الفقرات الرئيسيه اللي بي اللي نكتبها هي الاثرز نيم والتايتل للارتيكل والتايتل للجورنال او للببلشر اللي ناشرها، و او مثلا اذا هو جورنالز وممكن اذكر معاه الببلشر والفيرجن والنمبر اوف ايش والنمبر اوف بيج والديتا للنشر ايضا اذكرها، واذا اكو لوكيشن او دي يو اي او يو ار ال للبحث ممكن اضيفه. نشوف انه الان يعني السفير وسبرينجر من هذه طالبك بالبي، وايضا يخلي هايبر لينك بين التكست نمبر اوف ريفرنس بالتكست والبحث، بحيث انت من تقرا البحث مجرد ما تسوي كليك بالماوس على النمبر اوف ريفرنس بالمتن مالت البحث يوديك الى هذا البحث، وهذا البحث بي دي يو اي مباشره تقدر توصل له بالريسيرش. من الاساليب اللي نعرض ونكتب بها اللي هي مشهوره الستاندرد لكتابه الريفرنس اللي هي الاي تربل اي سايتيشن ستايل، والاي تربل اي هو يعني اختصار للانستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونيك انجينيرنج، وايضا الاي بي اي سايتيشن ستايل اللي هو الامريكان فيزيولوجيكال اسوسيشن، وايضا عندنا الام ال اي سايتيشن ستايل اللي هو المودرن لانجويج اسوسيشن، وعندنا شيغو سايتيشن ستايل ايضا واللي هو مبني من خلال الشيغو يونيفرسيتي بال 1906. دول عبر الستايلز اللي يكتب بها الريفرنس. طبعا مثلا هذا اكزامبل امامكم عن الاي تربل ستاندرد،
شن يكتب وشن الوردز اللي اكتبها به ايضا. و الاديشنال ايتم الفقرات الاضافيه اللي ممكن تضمنها الارتكل. هذه الفقرات مو ستاندر ثابته، لكن ممكن تكون موجوده. بعض المجلات تخلي ستاندر يعني بالفقرات الرئيسيه بالبحث، وبعضها لا، منها الفيوتشر وورك. طبعا الفيوتشر وورك يعني الى يعني عناصر يكتب تعرض ب اهم الافكار اللي انت راح يعني تسوي لها بروجريسيف في موضوع بحثك. ايضا ممكن تعرض مين امبلمنتيشن لمساله معينه في موضوع البحث مالتك. وايضا ممكن تعرض بعض الامور اللي ممكن تشارك او تساهم في عملها مع الباحثين الاخرين ايضا من خلال الفيوتشر وورك اللي تعرضها. والاكلوجمنت الفقره الاخيره من الفقرات هذه ضمن الاديشنال ممكن تكون موجوده وممكن تكون يعني غير موجوده. طبعا ده المفروض الاكلوجمنت هو يكون لمن ساهم في البحث المادر في الى صفه رسميه بال الأصل مالت البحث، يكون مؤسستك العلمية مثلا أو مثلا ممكن نسوي لجمة أو سوفت وير مثلا وما تشتغل بالبحث ممكن تكتب له، أو واحد نطاك فاند لهذا البراكتيكال وانت سويته وممكن تسوي بي. شاكر حسن استماعكم وبارك الله بكم، وأنا آسف إطالة. سؤال أو استفسار ما نجاوب بإذن الله عز وجل. يبارك فيك دكتور عزيز، أنا أشكركم ونتمنى لكم إن شاء الله أخوان موفقية بالمستوى الثاني، وإن شاء الله تنجحون كلكم إلى المستوى الثالث بإذن الله عز وجل، وبالتوفيق بحياتكم العملية إن شاء الله. وبارك الله بكم، أنا مسجلها فإن شاء الله أرسلها إلى دكتور عزيز بإذن الله عز وجل إذا أحد يستفاد منها بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. الله شكرا إن شاء الله دكتور. شكرا. الله يبارك فيك دكتور. بارك الله جزيلا والتوفيق إن شاء الله. شكرا دكتور يوسف. شكرا دكتور يوسف. بارك الله بيك. الله يكرمك دكتور. بارك الله بيك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.